سيد الرئيس، ما كنت لأتدخل وحاولت ما نتدخلش، ولكن أمام تمادي ديال السيد المستشار الذي تكلم منذ قليل، واللي بدل من أنه يتوجه للحكومة في إطار الأدوار الدستورية المنوطة بالبرلمانيين، كيتوجه للسادة النواب والمستشارين باش يعطيهم دروس فوقاش يوقعوا فوقاش ما يوقعوش. أنا كنعتبر بأن هذا سلوك غير لائق ويتنافى مع المقتضيات ديال النظام الداخلي ديالنا، وبالتالي ينبغي لا يتكرر. شكرا. النواب والمستشارين، عندي جوج دقائق في نقطه النظام، تبقى للنظام الداخلي. النواب والمستشارون، النواب والمستشارون كيعرفوا فوقاش غيوقعوا فوقاش ما كيوقعوش، خصوصا ملي كتجي طلبات توقيعات من هيئات واحزاب، كيعرفوا المغاربه بان هي اللي متورطه في واحد عدد ديال المصائب، اللي كتعرف واحد عدد ديال المناطق في البلاد ديالنا، وعلى راسها الحسيمه والمناطق ديال الريف. شكرا سيد الرئيس. كفى من المزايدات.